ضجة كبيرة أثارتها تصريحات الفنان السوري أيمن زيدان الأخيرة عن الثورة السورية والشبيحة، واهتمام جماهيري واسع النطاق على السوشيال ميديا بمقابلة الفنان السوري الكبير فارس الحلو. ليش رفض أيمن زيدان استعمال كلمة ثورة أو شبيحة أو نظام؟ وكيف رد على الانتقادات بخصوص زيارة كربلاء بالعراق؟ وليش فارس الحلو لا يحن إلى بلده سوريا؟ وكيف نجا من الرقابة الأمنية في سوريا؟ وكيف يتحكم ماهر الأسد بالدراما السورية؟ مقارنة عادلة وسريعة بين لقاء الفنان أيمن زيدان وبين لقاء الفنان الكبير فارس الحلو. تابعوني أنا حسيب الزيني في أخبار الفار. استضاف تلفزيون الجديد اللبناني في برنامج كتاب الشهرة الفنان السوري أيمن زيدان. صراحة الحوار كان جميل ومشوق ولاقى متابعات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي. ثلاث نقاط لفتتني بحوار أيمن زيدان. النقطة الأولى، الزلمة رفض أنه يطلق على ما حصل بسوريا بالثورة. طيب شو اللي صار يا حبيب؟ احتجاجات مطلبية صغيرة، يعني 12,000 ونيف طلعوا على الشوارع بس. أنا لا أرى الأمر هكذا إطلاقاً. ما بعرف ليش كتير فنانين بصيبهم داء النقرزان وقت بيسمعوا كلمة ثورة. وكمان أعلن رفضه لكلمة نظام. يا ويلاوخ يا ويلاوخ، الزلمة ما قال نظام، يعني ما بحب هاي الكلمة. قال له للمحاور، ممكن تعرف لي شو معنى ثورة؟ شو هي الثورة؟ أولاً أنا لا أتفق مع التسمية أنها ثورات، وعندي قاعدة في الحياة، الأمور بخواتيمها. يعني غليظ غليظ مثلك مثل فنانين كتير. في مجتمعات شكل الديمقراطية اللي بتم نشره يعيد إنتاج ديكتاتوري. وممكن تعرف لي شو يعني نظام؟ حتى كلمة نظام ما عجبته أبدا، ولا كلمة شبيحة. شو بدك يا حبيب؟ يعني من نخوض حرب المصطلحات نحن؟ يعني مات مليون بني آدم، سميها ثورة، سميها احتجاجات، سميها انتفاضة، أي شيء بدك يا زلمة. يلي ماتوا أغلى منك وأهم منك. النقطة الثانية يا حضراتي الجمهور الكريم، تعليقه على أزمة النازحين السوريين. شو قال الزلمة؟ قال بالحوار إنه اللاجئين السوريين تعبير قاسي. يا قاسي، لاجئين سوريين تعبير قاسي، هؤلاء السوريين هذه أوطانهم. وأضاف أنه سنعود تحت مظلة اسمها سوريا. يوما ما سنعود تحت مظلة اسمها سوريا، ولنا الحق جميعا أن نكون بها. يا سلام رومانسي، وهي مظلة اسمها سوريا. أنا بدي أرجع تحت هاي المظلة. العم ما غلظك يا زلمة، يعني ما معقولة عرف لي الثورة وعرف لي الشبيحة وعرف لي النظام. النقطة الثالثة يا أصدقاء، بحوار أيمن زيدان كانت عن رده على كتير انتقادات لفيديو شافوه أثناء زيارته لمدينة كربلاء في العراق. أولا زيارة الأماكن المقدسة هذا أعتقد أنه هو شغلة جدا طبيعية. أنا تشرفت بزيارة هذه القيمة. عقولة المصريين انت بتهجس يلا. بس اللي فتني فعلا شو قال؟ انه بكربلاء لا يشتمون الصحابة. بحب قلهم كمان في هذه المراقد هم لا يشتمون الصحابة، لا عثمان يقصدون به عثمان بن عفان من يعرف، لا ليس المقصود فيه الصحابة اطلاقا. والله يا ايمن زيدان كل المسلمين بيتمنوا ذلك، بس الحقيقة للأسف غير هيك يا معلم. انت بتعرف ونحن بنعرف والملايين بيعرفوا. ننتقل لحوار رائع أجرته ألمع انتبلي في برنامج بودكاست عيون الكلام مع الفنان فارس الحلو. بذكرك يا صديقي ويا صديقتي اليوتيوبيين بوضع اللايك الحلو قبل ما احكي عن حوار فارس الحلو. لايك ها، لا تنسى اوعى ها، عن جد حطوا لايك واربحوا معي كازوزة كيس مع شلموني. الحوار مع فارس الحلو كان كتير ممتع، تابعته باهتمام والشغف لأنه هذا الفنان كتير محبوب وله شعبية كتير في سوريا وبالوطن العربي وانظلم كتير. فارس الحلو حكى بكل عفوية وصراحة عن بدايات مسيرته المهنية وأثر الرقابة والسلطة على جودة الأعمال الدرامية وعلى حرية الفنانين. يعني السلطة على دور، بس هلأ لما الناس بتحب ممثل السلطة بتأخذه بتخطفه لعندها، يعني تحطه تحت باطر يعني بأي شكل من الأشكال، وغير هيك ما بيستمر. وكمان حكى فارس الحلو عن طريقة خروجه من سوريا عام 2012 وكيف علق بأوروبا وما عاد يقدر يرجع على سوريا. أنا طلعت من سوريا لمدة 3 أيام، كان عندي شهادة بدي أدليها ببرلمان الدنماركي وعلقت، اقتحموا البستان
واتصلوا بزوجتي يعني حاملين كرسالة تهديد مبطنة لئيمة كتير، وأنا ما راح أتراجع. راح أحكي عن أبرز ثلاث نقاط لفتت نظري بحوار فارس الحلو. النقطة الأولى حكى فيها عن تسلط وتغول الأجهزة الأمنية في صناعة الأعمال الدرامية وكيف بتستخدمها كسلاح خفي للسيطرة على المجتمع السوري وتمرير أجندات سياسية، وكيف نجا هو كمان من الرقابة الأمنية. وصل الإسفاف أنه تدخل فروع الأمن توزيع أدوار، ما عندهم شيء يشتغلوا. السلطة بالنسبة للوسط الفني هي باب لمصدر رزق. وحكى بالحوار فارس الحلو عن الدول العربية، قال جملة بتختصر الوضع العربي كله المأزوم، إنه الأنظمة العربية كلها ممكن تختلف بكل شيء إلا بشغلتين، الإعلام والأمن. بيحكي عن إنه الأمن عندهم اجتماع سنوي لوزراء الداخلية العرب، كلهم بيجتمعوا والاجتماع بيطلع بقرارات رائعة وبيتفقوا عليها كلهم، أهم شيء الأمن، هذا ما بيختلفوا عليه كل الأنظمة العربية. والشغلة الثانية الإعلام، كمان الإعلام مقسم يعني لجهات معينة، وإن تبدو ظاهريا مختلفة بس يعني هي بالنهاية عم يلعبوا أدوار معينة. النقطة الثانية، فاجأنا فارس الحلو بكشف أسرار نجاح بقع الضوء، حتى إنه ماهر الأسد نفسه كان لابس البيجامة وقتها، دعم بشكل كبير أيمن رضا وباسم ياخر وعطاهم الضوء الأخضر ليرفعوا السقف لأعلى درجة ممكنة، حتى الرقابة ما قدرت تتدخل وقتها مثل عادتها وتحذف لهم مقاطع من النصوص. طيب ليش؟ مشان الجيش. فعلا مشان الجيش، لأنه ماهر الأسد عاطيهم تفويض في بقع الضوء بهديك الأيام لباسم ياخر ولأيمن رضا والحباشات اللي معهم، نحكوه ماشي عم نتسلى. كان هو يعني أكتره يعني منسوب نجاحه ل والاسم يعني لماهر الأسد، لأنه هو اللي التقى بالفنانين أيمن رضا وباسم ياخر. أما النقطة الثالثة اللي لفتتني بحوار فارس الحلو كانت أنه لا يحن إلى بلده سوريا. يعني دم حقيقة يعني بيغلب، واللون الأحمر صار بيغلب على الذكريات. يعني ما رح حن لسوريا اللي سرت عليها. كيف؟ أنا رح قارن بين الحوارين، حوار أيمن زيدان وحوار فارس الحلو. الحقيقة حوار أيمن زيدان كان نرجسي وشايف حاله كتير ومتعالي وبيتفلسف كتير وبيتحزلق ومحابي للنظام إلى درجة أنه تحول إلى بوق نظامي للسلطة، رغم أنه الناس بتلقبه بطبل النظام طبل. بس لكن أحياناً في مجتمعات شكل الديمقراطية اللي بيتم نشره يعيد إنتاج ديكتاتوريات. عرفوا السوريين والجمهور العربي الممثل أيمن زيدان من خلال أعمال درامية كتير، منها مسلسل جميل وهنا ونهاية رجل شجاع ويوميات مدير عام، مسلسلات فانتازيا تاريخية مثل الجوارح. أما حوار فارس الحلو فكان عفوي وصادق وحديث لا يخلو أبدا من التواضع الممزوج بابتسامة فيها غصة وألم للوضع المأساوي للبلد وللسوريين. السوريين والجمهور العربي عرفوا الممثل فارس الحلو من خلال أدواره المتميزة بنهاية رجل شجاع والمسلسل الكوميدي عيلي خمس نجوم ومسلسل لعنة الطين وغيرها من المسلسلات الأعمال الدرامية اللي ضلت عالقة بذاكرة الجمهور السوري. في النهاية وللإنصاف أنا بشوف إنه الفنان أيمن زيدان عبارة عن بوق أو طبل، لكنه شبيح من الدرجة الثانية، لا يقارن أبدا بالمستوى التشبيحي الرفيع اللي وصلت له الفنانة رغدة. السوريين ما بينسوا عبارتها الشهيرة، أما أنا للكيماوي أن يستشيط. أيمن زيدان يمكن ما وصل لمستوى إسفاف وعن جهية عباس النوري أبو عصام اللي صدق حاله أنه قائد رأي وفيلسوف ومفكر عظيم، قال صلاح الدين الأيوبي كذبي. بقول أبو عصام يلي تزوج فرنساوي بمسلسل باب الحارة أنه صلاح الدين الأيوبي محرر القدس بالمعارك بل بشروط الحملة الصليبية. المهم حرارة يا زلمة بالسلم بالحرب حرارة، ما مهم يا حبيب القلب شو بطريقة، ما أحسن من هذا الجاعورة ولا هذا المقاوم. كمان أيمن زيدان بيبقى أقل مستوى تشبيح من سلافة واخرجة يلي أتحفتنا بطلتها البهية وهي لابسة فستان على شكل الكوفية دعما للقضية، والله حاسس إنه عم تعمل دعاية لمسحوق غسيل. بس نسيت تلبس هذا الفستان وقت كان مخيم اليرموك الفلسطيني محاصر من الجيش العربي السوري، يمكن كانت مشغولة بالتصدي بصدرها العاري لانتهاكات إسرائيل للسيادة. ولهون بينتهي الفيديو، إذا وصلت معي بالمتابعة لهالمنطقة هاي ف...
فمعناها انك انت عجبك الفيديو، وانا بستحق منك يا صديقي ويا صديقتي لايك الجميل. ناطر تعليقاتكم على الموضوع، ولا تنسوا تشيروا الفيديو لاصدقائكم، ساعدوني كتير على الانتشار. وللمتابعين الجدد لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم مواضيع جديدة. سلام.